تتواصل فعاليات مهرجان العالمين الجديدة حتى يوم 26 من الشهر الجاري تحت عنوان العالم عالمين. تستمر فعاليات هذا المهرجان على مدار 45 يوما، تستقبل خلالها المدينة ما يقرب من 1,000,000 زائر من مصر والوطن العربي لحضور فعاليات المهرجان التي تتنوع ما بين الفعاليات الرياضية والمسابقات الترفيهية، إضافة إلى حفلات غنائية لأشهر النجوم في مصر والعالم. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري محمود جميل من مدينة العالمين الجديدة. محمود، هل لك أن تنقل لنا الأجواء لديك اليوم والمشهد من مدينة العالمين الجديدة؟ أهلا بك ريهاب وبكل السادة المشاهدين، نرحب بكم مجددا من مدينة العالمين الجديدة. نتابع معكم كل الفعاليات الخاصة بمهرجان العالمين الجديدة. نحن بدأنا بالفعل الأسبوع الأخير من فعاليات المهرجان، والذي بدأ اليوم ببطولة كرة الطائرة الشاطئية التي نحن بصدد متابعتها الآن، وتتواجد في أحد الشواطئ الهامة والمميزة في مدينة العالمين الجديدة. انطلقت المباراة منذ قليل بمشاركة عدد كبير من المنتخبات والفرق من مختلف الدول العربية والأجنبية أيضا. نتحدث عن مشاركة من فرق الرجال وفرق أيضا السيدات، نتحدث عن 25 منتخبا من الرجال وأيضا 21 منتخب من السيدات، بالإضافة إلى الفرق المصرية المشاركة. نتحدث عن 11 فريقا مصريا، 6 سيدات بواقع 12 لاعبا، وخمسة رجال أيضا بواقع 10 لاعبين بإجمالي 22 لاعبا، بالإضافة إلى الجهاز الفني المرافق للفرق المصرية. نتحدث عن أيضا عملية التنظيم هنا تتم على أعلى مستوى لاستقبال كل الضيوف واستقبال الزائرين والمشجعين واللاعبين أيضا. يعني وعندما يعني رصدنا ردود الفعل، هناك ردود فعل مرحبة جدا بوجود هذه البطولة على أرض مدينة العالمين الجديدة التي تتمتع بوجود وسط شاطئ البحر المتوسط. وأيضا الترتيب الذي تم لهذه البطولة منذ شهر مارس من العام الحالي، فبالتالي هناك استعداد على أعلى مستوى، وترى يعني ترون من خلفي استمرار المباريات في من مختلف وبمشاركة مختلف المنتخبات، فبالتالي هذه هي التي تستمر. أيضا البطولة بدأت من اليوم وستستمر حتى يوم السبت القادم، هذا بالإضافة بالطبع إلى الفعاليات الفنية القادمة التي ستبدأ غدا الأربعاء الخميس، وستكون أولى هذه الفعاليات هي مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية. هذه النسخة أو هذا الحدث الأهم والنسخة المميزة لوجودها في مدينة العالمين الجديدة، وبالتأكيد التجهيزات تتم على أعلى مستوى في المنطقة الترفيهية، وهي المنطقة التي ستستضيف مهرجان القاهرة للدراما غدا، بالإضافة إلى الحفلات الفنية التي ستكون أيضا غدا الخميس. هناك حفل فني كبير مساء غد سيضم الفنان محمود الليثي وأيضا مسلم ومحمد عدوية، بالإضافة بالطبع إلى الستاند أب كوميدي علي أنديل والمطربة سمر طارق، فسيكون يوم حافل غدا أيضا، بالإضافة إلى الفعاليات التي تتم على الممشى السياحي بمشاركة الفرق التراثية الخاصة بالفنون الشعبية أو حتى التنورة. فبالتالي هناك يعني أسبوع حافل وأخير من مهرجان العالمين الجديدة به عدد كبير من الفعاليات سواء كانت الفنية أو حتى الرياضية. ونرى أيضا من خلال وجودنا في مدينة العالمين الحركة المترددة الكبيرة من الجماهير ومن الزائرين، ليس فقط من مصر ولكن أيضا من الوطن العربي ومن مختلف دول العالم. ستستمر هذه البطولة اليوم كرة الطائرة الشاطئية، نتحدث عن وجود أيضا ما يقرب من أربعة ملاعب موجودة في هذا الشاطئ تتم عليهم هذه اللعبة، وأيضا يعني هناك استمتاع بهذه اللعبة، وأيضا هناك يعني حالة تشجيعية كبيرة موجودة واهتمام من قبل المشجعين المهتمين بكرة الطائرة خاصة على شاطئ البحر المتوسط وسط الرمال والأجواء المبهجة وحالة الطقس الجميلة في مدينة العالمين الجديدة. فالكل يستمتع اليوم بالفعاليات الرياضية وسيستمتع غدا وحتى يوم السبت القادم بكل الفعاليات المختلفة سواء كانت الرياضية أو الفنية،
وهذه هي ميزة يعني يتميز بها مهرجان العالمين الجديدة في التنوع المختلف. هناك أيضا وجود ممثلين عن الاتحاد الدولي لكرة الطائرة يعني يتواجدون هنا في العالمين الجديدة لمتابعة هذه البطولة، وبالتأكيد سنتابع معكم كل ما هو جديد في مهرجان العالم عالمين. عودة إليكم مرة أخرى. أشكرك جزيل الشكر محمود جميل مراسل التلفزيون المصري، شكرا جزيلا على هذه المتابعة الوافية.